السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أيامكم بكل خير. من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد من منطقة أحد، تاريخنا الإسلامي الجميل اللي لازم نعلم أولادنا إزاي الصحابة تعبوا علشان يوصلوا لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي خلفنا ده هو جبل أحد، جبل من جبال الجنة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه إن أحد يحبنا ونحبه. هناخد جولة جميلة إن شاء الله، علشان كل زائري المدينة لما يجوا المدينة لازم يزوروا المكان ده، لأن في أربع مناطق في مدينة الحبيب لازم لكل قادم إلى مدينة الحبيب يزورهم. طبعا في زائرين كتير جدا بيروح أماكن كتيرة وإن شاء الله هنعرفكم عليها، ولكن بالتحديد هو لازم زيارة المصطفى والصلاة في الروضة وزيارة البقيع والصلاة في قباء وزيارة شهداء أحد، سنة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ويلا بينا في الجولة، هتعجبكم إن شاء الله، خليكم معايا. طبعا احنا هنبدأ الجولة إن شاء الله في منطقة أحد بالمدينة المنورة. هنا طريق الملك عبد الله، وهنا بداية الجبل. الجبل طوله حوالي 7 كيلومتر، 7 كيلومتر. ارتفاع الجبل ما شاء الله حوالي 1077 متر. وهنا طريق الملك عبد الله. يبعد جبل أحد عن الحرم النبوي الشريف مسافة 4 كيلومتر. غزوة أحد طبعا كانت في العام الثاني للهجرة، وكانت بين قريش والمسلمون. قتل من المسلمون في هذه الغزوة 70 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المشركين 22 فقط، لأن طبعا حصل في تقلب في المعركة بعد في البداية فوز المسلمون وانتصارهم. ولكن هنا درس عظيم جدا لابد أن نستفاد به جميعا، أو نستفاد منه جميعا ونعلمه لأبنائنا، وهو ألا نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيهزم. أنا أخذ يميني الآن، أنا وضعت الجوال حتى لا تصورني الكاميرا. وهنا حي أحد ومزرعة بجوار الغزوة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق هذا الجبل إن أحد يحبنا ونحبه، إن أحد يحبنا ونحبه. وحين صعد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجبل اهتز من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكزه برجله الشريفة وقال له أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. النبي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشهيدين سيدنا عثمان وسيدنا عمر، والصديق طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ونرى من بعيد جبل الرماة والزوار ما شاء الله عليه، ما شاء الله. وسندخل الآن إلى المكان ومقبرة أحد أو مقبرة شهداء أحد، وهذا هو مسجد الشهداء، بني جديدا أو حديثا من حوالي 5 أعوام.
طبعا من الحاجات اللي لازم تزار في مدينة الحبيب هي شهداء أحد، لأن من أتى المدينة فليزور الحبيب ثم يصلي في الروضة ويزور البقيع ثم يزور شهداء أحد، وهنا المواقف طبعا وبقايا الآيس كريم طبعا عشان الزوار. رطب الله قلوبكم بالإيمان، اللهم أمين. وسنهبط الآن بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نغلق السيارة بسم الله. الزوار طبعا يأتون من كل مناطق العالم، وبائع الآيس كريم طبعا. رطب الله قلوبكم بالإيمان، اللهم أمين. وتشاهدون الآن كمية كبيرة جدا من الزوار ما شاء الله. هذا هو جبل الرماة، وجبل الرماة له حادثة كبيرة جدا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى الرماة، قال لهم اثبتوا، ولكن الرماة في بداية الأمر استعجلوا وظنوا أن المعركة قد انتهت، ثم نزلوا ليأخذوا الغنائم، ولكن حصلت حادثة كبيرة جدا، لأن قائد المشركين كان سيدنا وليد قبل الإسلام طبعا، أو سيدنا خالد بن الوليد، خانان الاسم حمام المدينة طبعا ما شاء الله. طبعا سيدنا خالد بن الوليد كان له ذكاء في الحرب، ذكاء كبير جدا، ويعرف قيمة الجبل، ثم صعد إلى الجبل وبدأ يرمي في المسلمين، وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، لأن اشتد الضرب على المسلمين. فحينما خلفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقلبت الآية إلى هزيمة المسلمين، هزيمة طبعا كانت غير جيدة. وتشاهدون الآن حمام المدينة والزوار والفرحة، لأن هنا معركة كبيرة جدا حدثت لإعلاء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن في طريقنا إلى المقبرة، مقبرة شهداء أحد، وهذه المقبرة فيها 70 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولهم طبعا سيدنا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وبقية 70 شهيد. طبعا هنا إن شاء الله هنا الزيارة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي سنة رسول الله، وليس التضرع، والتضرع لله سبحانه وتعالى فقط لا غير. إن شاء الله من مسلمون من كل أنحاء العالم، والجميل جدا من أكثر الجنسيات التي أعجبتني وهي الجنسية الإندونيسية، منضبطين جدا جدا جدا، ومجموعات، وصعب جدا أن تجد أحد مخالف للمجموعة ما شاء الله. وبائع الماء والهدايا ما شاء الله تبارك الرحمن.
وهدى، يعني قد انتهينا من الجولة في أحد، وإن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسى ابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.